في قبضة رجال الأمن. مواطنان قاما بارتكاب حوادث جنائية تمثلت في سلب المحال التجارية باستخدام مركبة مسروقة، وضبط بحوزتهما 33 قرصاً خاضعة لتنظيم التداول الطبي. تم القبض. مقيم من الجنسية الهندية قام بنقل في شاحنة تعود ملكيتها لإحدى الشركات 46 مخالفاً لنظام أمن الحدود، 33 من الجنسية اليمنية و13 من الجنسية الأثيوبية. تم القبض. 4 مخالفين لنظامي الإقامة والعمل من الجنسية البنغلاديشية قاموا باتخاذ محل للطباعة والنسخ مقراً لتزوير رخص الإقامة وبطاقات التأمين وتلقيها وتمريرها للمخالفين عبر تطبيق الواتساب، وضبط بحوزتهم 358 بطاقة معدة لذلك ومبالغ مالية. تم القبض. مواطن بحوزته 168 كيلو و80 جراماً من نبات الجات المخدر مخبأ في مركبة يقودها. تم القبض. مقيم مخالف لنظام الإقامة من الجنسية الأردنية متغيب عن العمل قام بانتحال صفة غير صحيحة وسرقة مركبة ونقلها لإحدى الورش بإثباتات مزورة لتفكيك أجزائها والمتاجرة بها. تم القبض. مواطن بحوزته 29 قرصاً من مادة الإنفيتامين المخدر ومبلغ مالي مخبأ في مركبة يقودها. تم القبض. 3 مواطنين ظهروا في محتوى مرئي عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمن إركاب 2 منهم الثالثة في الصندوق الخلفي للمركبة، ما شكل خطراً على حياته، وتبين أن فعلهم من باب المزاح لعلاقة تربطهم جميعاً. تم القبض.